بسم الله الرحمن الرحيم. الداينامو لغة برمجة بتشتغل داخل الريفت، وفي منها نسخ بتشتغل منفصلة. ودلوقتي في ريفت 2017 بقت بتنزل مع الريفت اوتوماتيك، ما بتحتاجش انت تسطبها. فمثلا عندي مانج هلاقي الداينامو، زمان كانت في 2016 بالظبط قبل كده بلاقيها في الادنس. فباجي هنا واقول له شغل لي الداينامو. هي لغة برمجة زي سي شارب، بس سي شارب بتقعد تكتب أكواد كتيرة. لا هنا بتقعد تكتب يعني مجرد بس بتكتب اسم الحاجة، إنما هو أوتوماتيك كل حاجة بتبقى موجودة جاهزة. يعني خليني أقول له مثلا نيو، مثلا عايز تعمل ترسم جيومتري، بتقول له مثلا أنا عايز أرسم جيومتري، أي جيومتري اللي أنت عايز ترسمهم تلاقيهم كلهم موجودين، ما تضطرش إن أنت تقعد تكتب. تقول له مثلا خليها سلندر، بيقول عايز ترسم سلندر عن طريق معلومية ايه، فأقول مثلا عن طريق الهاي، بيبدأ يقول لي طب حدد المعلومات ديت. تمام، زي ما شرحنا قبل كده، فالموضوع سهل وبسيط. ممكن أقول له أنا عايز أفتح حاجة، ملف يكون موجود عندي زي مثلا الروم نمبر. الروم نمبر ده معمول بحيث إن هو يرتب الغرف تلقائي. تمام، هو واخد قاعدة معينة بيمشي عليها في ترتيب الغرف. هنا معمول اوتوماتيك، فمعنى كده ان اي رقم هيتعدل هنا هو اوتوماتيك هيظبطه. يعني مثلا لو قلت له خلي الروم دي مثلا كذا، او عملت روم جديدة، او عملت ديليت لاي روم من دول، هو اوتوماتيك هيعدل الارقام بحيث انها تبقى ماشية زي ما هو متبرمج عليها. تمام، ممكن اقول له لا خليها مانوال، يبقى انا لازم ادوس على ران عشان الاوامر دي تشتغل. تمام، هو بيشتغل على ملف الريفت المفتوح دلوقتي. تمام، لو انا عايز اعمل سيلكت لاي جزء ببدا ادوس واسحب. تمام، مجرد ان هو يلمس اي حاجه بتبقى جايه معاه في التحديد، ما دمت جاي من اليمين للشمال. العكس لا، لازم كلها تبقى تلمسها على اساس تدخل معاه في التحديد. عندي هنا دي لو انا عايز يبقى لما اعمل زوم تبقى على الجزء دوت اللي هو شفت الكود. هنا لو انا عايز الزوم يبقى على الحاجات اللي هي جيومتري. طيب، في عندي حاجه اسمها باكج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا عايز اضيف حاجه لدول. تمام، حاسس ان الحاجات دي في حاجه فيهم ناقصه او كده، بقول له انا عايز احمل باكج من على النت، سيرش فور باكج. الباكج كله مجاني، هقول له انا عايز ادور مثلا على روم، فبيجيب لي الباكج اللي هي المعمولة مثلا روم ستاف، بيقول لي دي بتعمل ايه والكيورد بتاعتها ايه والحاجات اللي موجودة فيها الاصدارات. تمام، فانا بقول له حمل لي اخر اصدار. اوكي، فبيبدأ يحمله وهيبدأ يظهر معايا هنا. اي حاجة بتتحمل بيبدأ يظهر معايا هنا، يعني ده الداينامو ام اي بي ده انا محمله. تمام، ممكن اتحكم في ايه الباكج اللي عندي، هقول له مانج باكج، هتلاقي دي الباكج اللي موجوده عندي. لو انت عايز تخفي حاجه، تعمل ان انستول، تعمل بابلش، زي ما انت عايز، هتلاقي فيها اوامر كتير هتسهل عليك الشغل. تمام، الفكره ان انت ما بقتش محكوم باللي ريفت بيعمله، لا بقيت تقدر تعمل حاجات ما كانش الريفت بيعملها لك، او كنت تضطر تسطب اداه. لا، تقدر تبرمج الحاجه اللي انت عايزها هنا، وده هيسهل عليك كتير قوي قوي في الشغل. وبالتوفيق، وان شاء الله مكملين ستيل.